فيا نافعات الأحياء طفت ويا جدبات الحق جودي بزورتي ويا نظر أحد الله يا لا حضاده ويا نسمة اللطف أمي بعبدي ويا قارة الرحمن جدي بزور عدين إلينا وحول عقد كل ملمة ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأهدي بروحي فضل كل رميمة ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك عمتي ويا صعب الجود إليه أمدري فإن أكوف المحل تلقى كمدتي برحمة عادنا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نحج الطريق القويمنا دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوة فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اكبدنا على خير ملني الحمد لله رب العالمين.